أنا الشاعر سالم بن عبد الله بن مخيت المري، وهذا اللي تشوفونه أنتم الآن هذا اللي حنا نعيشه، ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ منا البصر وعطانا البصيرة، نحمد الله ونشكره. مرحبا يا نبلة يا مجوزات الخبلة، يا مرحبا يا نبلة يا مجوزات الخبلة، يا مرحبا يا نبلة. أنا طبعا أحب الإبل وأحب الأرض اللي تسير عليها، وعشقي لها مختلف ألوانها، ورغم أني يعني ما أشوف ألوانها لكني أميز الزين من الشيء. نحمد الله ونشكره. إحنا كان عندنا ذود أنا ويا عم لي ونستانس عندها وأدوج بينها، وعلى ما قال أتلمسها، الواحد بس يقعد مع وجيها ونسى، نحبها ونحبها جدا، ولكن ما الله كتب ان احنا يعني شيء مات وشيء مرض وشيء، هذا شيء مكتوب رب العالمين. الالهام والاحساس من الله عز وجل. بعض الناس طال عمرك عنده نظر لكن يفقد البصيره، وبعض الناس ماخذ الله البصر واعطاه القوه البصيره. على ما قال عندنا إن شاء الله الحاسة اللي تساعدنا على بعض الشيء. بالنسبة للمزاين كل نسخة أقوى من اللي قبلها، صعب نوصف لأن احنا كل يوم نلقى شيء غير اليوم اللي قبله، واللي يأخذ رقم في ذا المهرجان يعتبر متنومس لأنه يحمل اسم غالي على قلوبنا، اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. فأنا لي طموح أني أشارك من ضمن المتنافسين في ذا المهرجان، ولا يسعنا إلا أن نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على دعمهم اللامحدود لهذه الرياضة وغيرها من الرياضات، ونشكر الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على جهوده اللي ما تستغرب عليه، وبيض الله وجهه وجيهكم. أقول في خاطري كلام واجد، ولكن أقول البيت الشهير للشيخ راكان بن حذرين الله يرحمه، ما قال دل وزبدة الهرج نيشان وهرجك في صامل عن كثيره.